هي المفاجأة نفسها حتى لما كان لعيبة النادي الأهلي بداية المباراة كان هدف وجود محمود متولي هو اللي لحق الكرة قبل تعدي خط المرمى. كان الانفراد ده المفاجأة اللي حصل لعيبة الانتاج الأيمن، تحس انهم دفعة وروح جديدة خالص عكس ما كانوا متوقعين. فبقى هم عندهم حتة طمع شوية اللي ساعد كده وجود بعض المساحات في الملعب على الاطراف اللي بيلعبوا فيها. المفروض يعني طبيعي النادي الاهلي وكنا بنتكلم في الاهلي هنا ان انا بلعب ضغط على الانتاج من بدري، عايز اخلص المباراه فاره بوقت، عايز المباراه كلها بتطور من الانتاج، املوا بيجيبوا على الاقل يلعب التعادل يبذل مجهود اكتر. لكن البدايه كانت غريبه، بعدين اخطاء كتير قوي في التمرير، دي اسوء حاجه في كره القدم. كرة معاك منك انت تجيبها تاني. كرة القدم عايز دايما الكرة مضمونة من رجل للرجل. لكن الرهبة نفسها بتاعت المباراة بالنسبة للانتاج راحت الفضل اللي حصل، ولعيبة النادي الاهلي دخل في المباراة نوعا ما اتأخر شوية، بيحاول حولاته كده، لكن اخرين شوية. ما اعتقدش ان اللي حصل في الشوط الاول ده ممكن يتكرر في الشوط الثاني. اكيد في تغيير تام مش في اللعيبه، في العقليه نفسها، في الشوط الثاني اكيد في ضغط الهدف الثاني. لكن محتاج، هي دي المشكله، انا محتاج هيضاعف مجهود شويه، تدور لسه على التعادل وتدور على مكسب. كابتن عادل، بينالتي البينالتي بتاعت علي معلول لو كانت جت كانت غيرت مجرى المباراه الاولاني؟ اكيد طبعا، اكيد طبعاً. يعني اكيد الاسبقيه دي لو انت ليك الاسبقيه بتفرق، ولكن برضه انت ليك الاسبقيه برضه ان هو عنده انفراد في اول دقيقه كان ممكن برضه يبقى 1-0. في لقطات، في مواقف بتغير شكل المباراه بالكامل، ولكن انا شايف ان احنا تجربة كويسة جدا، مفيدة جدا انك تظهر لك اخطائك قبل المباراة الحاسمة. دلوقتي بتلعب في الدوري، مباراة مش هقول حصل كده من البطولة بتحسمك، ولكن عندك اريحية شوية، وعندك فرق نقاط يقدر يديك انك تستحمل شوية. لو في بعض الاخفاقات ممكن يديك عندك وقت تشتغل عليها، ولكن انت داخل على معركة تانية مش هتستحمل اي اخطاء. فانا شايف النهارده تجربة كويسة جدا، ومن الافضل انك قبل المباراة الحاسمة يجيلك تشوف الاخطاء قدامك بشكل واضح في الملعب عشان تقدر تشتغل عليها. النهارده احنا عندنا اخطاء كتير، كابتن عليك اتكلم في الميس كتير جدا، ما ينفعش اللعيبه اللي عندهم كم من باص ده في وقت واحد. عندنا مشكلتين، مشكله تدارك الفاير ان هو قلب اماكن اللعيبه شويه، ولكن وقفشه وجايه شويه بيتبادلوا رقم 10 والشمال ظبطت شويه، وبقى في لعب ايجابي اكتر، ولكن تبقى المشكلة الكبيرة انك وانت بتهاجم عندك مشكلة في خط ظهرك. دي برضه مشكلة الاهلي بيلعب، وانت بتلعب دفاع متقدم شويه، ففي مساحات في ظهرك لعيب بتشتغل عليها. فدي حلها يا اما تضغط من بدري ان اللعيب بتلعب في ظهر الديفنس، ما يلعبهاش باريحيه وتلعبها بشكل فيه صعوبة شويه، الكره متكره سليمه، وده في داخل من لعيبه نص الملعب. وانا شايف من البدايه يعني لا في ضغط على حمل الكره، لعب الكره، ولا في تمركز جيد في الموقف الدفاعي. فدي انا شايفها من البداية، التنظيم من البداية، من بداية الخط الأمامي وخط الملعب بعيد شوية، مسافات بعيدة شوية، وده اللي عمله فريق الإنتاج. مساحات بعيدة آخر واحد المسافات بعيدة، فبالتالي الملعب بقى معمول في الملعب كله. فلو انت مش واقف كويس هيعمل لك مشاكل، حاجات تحط في ظهر الديفنس، الانفراد وكرة الهدف، في حاجات كتير، الانفراد الاولاني كرة الهدف. يعني فدي نقطة من النقاط المهمة جدا لازم نشتغل عليها فترة جدا. وجود ربيع على الشمال برضه دي نقطة مهمة جدا، ان ربيع بيلعب على طول مساك يمين، ومتولي بيلعب على مساك يمين، ودي برضه مش حد بياخد باله منها قوي، بس وجود ربيع على الشمال شويه مش المردود اللي هو بيديه وهو مساك يمين. كابتن محمد فاجئنا. طبعا يمكن ما كناش متوقعين، يعني كلنا اتكلمنا نتيجه بعد على الماتشات هيتحقق، لكن هو النهارده او البدايه خصوصا اول 30 دقيقه لغايه لحظه الهدف
كان في انطلاقه كويسه جدا زي ما كان علي علي برضه الراجل اللي جه في الاول شجعه شويه بتفرق لما كان اهلي يضغط عليهم اول وكان عامل ضغط على الانتاج وعامل كثافه عدديه في التلت الهجومي بتاعه فطبيعي ان انت تبقى رد فعل لكن اللي حصل عكس ذلك دي كرة الهدف ده كرة الهدف طبعا يعني الشك فيها محمود عاشور رجع طبعا للفار لكن هنا في محمد هاني محمد هاني خلاص انا وجهه نظري ان ما كانش فيه اي احتياج ان احنا نلعب عالي يعني خط الدفاعنا عالي قوي رامي ربيعه فين متولي عاليين قوي رغم ان الكوره قريبه الكوره قريبه لازم احنا نسقط لتحت يعني مسافه قريبه فلازم نسقط لتحت ونسيب يعني الضغط هنا ديانج او علي معلول مش عارف مين اللي مع رجب لان رجب هو اللي عمل ربيعه كان متولي يعني يرسب رامي ضاغط انا عامل حواره مش محتاجين خالص نضغط عليه علي من فوق كده فالمهم يعني طبعا زي ما قال عادل انا شايف ان التجربه او المباراه مفيده مفيش طبعا نعمل ولا حاجه لكن في نسبي فرق النقاط بس كويس جدا المباراه دي بتطلع لك حاجات انا متفق مع عادل في حته السد باك الشمال والسد باك اليمين والحته دي خلي بالك بتفرق شويه يعني رامي مش لاعب سد باك كان بيلعب سد باك شمال بيبقى ايمن اشرف ياسر ابراهيم بيلعب سد باك شمال محمود متولي بيلعب يمين ورامي يمين وحجازي كان بيلعب شمال ورامي يعني حجازي هو اللي كان بيلعب شمال الحته دي شويه بتفرق في الوقفه ضغط العدله يعني بتفرق في حاجات كتير فالمهم احنا دلوقتي قدامنا لسه 50 دقيقه ثانيه اعتقد ان مستر فايلر هيتدارك الحاجات دي كلها عنده تغييرات طبعا اوراق تقدر تغير بشكل قوي جدا الشوط الثاني على يوباجي على سليمان عنده كمان احمد فتحي في الملعب التغييرات دي مهمه جدا ان ترجع المسار الفريق للمسار الطبيعي النقطه اللي انا كمان عايز اقول هي الدخول في المباراه دي مهمه جدا دايما النادي الاهلي بيحط فريق قصاده كرد فعل النهارده احنا شفنا العكس واضح التجهيز او الاعداد للمباراه ممكن مش ايه يعني عايز اقول انه لا احنا لسه ما طمناش يعني الدوري فرق كبير جدا فرق اهداف كبير جدا ماشيين في مسيرتنا كويس بشكل كويس فاعتقد الشوط الثاني بص الضغط بتاع فريق الانتاج شفنا برضه بعد 30 دقيقة او 32 دقيقة بالظبط ابتدى مستر فايلر يغير الطريقة وزي ما احنا كنا بنتكلم قبل بداية المباراة قلنا هل هيلعب بنفس الطريقة ولا نفس الطريقة ونفس الاسلوب ونفس اللعيبة في مكانها وخدنا 30 دقيقة تقريبا علشان ندخل في المباراة بصورة إيجابية يعني شفنا بعد التغير دوت يمكن ابتدى من تحت ابتدى في انطلاقات من تحت ابتدى في فرص للنادي الأهلي غيرت الطريق ورجعت للطريقة الأساسية بتاعتك أنا شايف إن الراجل يعني ماشي في خطة عايز تنفذها أو في تكتيك معين في دماغك عايز تعمله بس لازم يفهم برضه إن في منافس مش كل الأندية شبه بعضها في منافس ممكن ينزل لك في فرقة ممكن تنزل تعمل ديفنس أوكي مفيش مشكلة ممكن تطبق اي حاجه عليها لكن النهارده الكابتن بصراحه فاجئنا ان هو ضاغط قدام يعني
يعني بقى فتره كبيره زي ما قلنا ان هو بقى فتره كبيره مفيش ماتشات وبقى فتره كبيره في عندي غيابات وما بيتمرنش والكلام ده كله. فالنهارده فاجئنا بصراحه بشكل الاداء بتاع نادي الانتاج كلنا اتفاجئنا طبعا. لكن حته التغيير بعد نص ساعه بتاعت الراجل مستر باير مش هتعرف كل المباراه كل ماتش زي ما قلت انت بتلعب انبي زي جيت زي مالك زي اسوان الفرقه دي كل واحد ليه تكتيك زيك وليه فكر معين زيك مش هينزل يدافع الناس كلها تنزل تدافع قدامك طول المباراه. بس انا عندي حافظين كده ان ايمن نسبه لمحمد هاني وبالنسبه لمروان محمد هاني كلنا لما الماتش اللي فات جاب جول وماشي كويس كلنا اشدنا بيه وكلنا قلنا ما شاء الله عليه وماشي كويس ويا رب ان احنا نشوف كل ده دايما. لكن النهارده يعني النهارده في كورتين هم جابوا لنا تغطيتين حاجه غريبه جدا الناس كلها طالعه واقف مع الراجل يعني اللي دخل فينا هو الوحيد اللي واقف وانت وشك للراجل المفروض يعني ان انت وشك للراجل يعني شايف مش حد وراه يعني انت كنت تسبق الراجل في الكوره دي ما كانش لازم محمود متولي يكلمه قبل ما يطلع اكيد كلمه مش هيقدر حتى لو مش هيمشي ايمن انا شايفه الكلام ده لو انت انا قدام انت طلعت لازم كلنا نطلع لازم انا اقول يلا يا جماعه نطلع تمام هنجيب الكوره مره ثانيه يعني ده اللي شوف الكابتن شوف فين هو واقف يعني هو الوحيد واقف يعني هو لو خطوتين خلاص يعني نفس الجول على هي معايا برضه ما تجيش على بص هو خطا في جانب فردي وجانب جماعي تمام انا مش مشكله انا معاك بص انا عايزك تشوف الخط كام لعيب النادي الاهلي هو اصلا الخط ده مش موجود ازاي مش موجود بص هو الخطا الفرد ممكن تمركز هاني يكون غلط ولكن الخطا الجماعي ان الكوره دي طالما انت قريب من خط السنتر ما ينفعش تلعب دفاع متقدم لازم في واحد يطلع يقدم مع لعيب محتاج حاجه حربي ولازم في ثلاثه لاعبين موجودين تحت على الاقل 10 معاك بس هو عشان برضو ما انا فاهم بس في كوره بتختلف يعني انت دلوقتي كلها طالعه تمام ممكن انت تتضرب يعني ممكن تتضرب قطع منك هو المكان مش ده المكان اللي تلاقي فيه دفاع متقدم تلاقي اوفسايد ما انا فاهم بالذات الاماكن القريبه من الخطوط اللي قريب من خط السنتر بالذات وكمان المسافه مش جوه ال 18 انت لو جوه ال 18 منتخب 10 متر بيبان لكن دي فيها مسافه جري كبيره تمام انا فاهم قصدك يا عادل بس هقول لك حاجه برضه يعني انت ما يبقاش انت ثلاث لعيبه او اربع لعيبه طالعين في مثلا على خط واحد وانت الوحيد اللي واقف بعيد عن 3 متر مسافه كبيره جدا هو ده بقول لك في خطا فردي ان هو بعيد شويه ولكن جماعي اكتر يعني ده جزء في جزء تاني ان برده المكان ده ما ينفعش يبقى فيه دفاع ده الطريق وفي كره برده اتكررت والكابتن فكر فيها اتكلم فيها كابتن يوسف دي بتاعه الجول دي بتاعه الهدف لازم ربيع موجود لازم علوم ياخد 5 متر تحت لازم متولي ياخد تحت بالظبط ثلاثه انت لو بتلعب اربعه لازم اللي بيطلع يهاجم يعمل ديفنس لازم الثلاثه الموجودين تحتيه بشكل كويس كابتن علينا علاء نادي الاهلي عشان ترجع شويه تاني حاجه مهمه جدا لازم ضغط كويس قوي بدري وفي النهارده لازم عمرو سليه وليد يانج لازم ضغط اعلى من كده واكبر من كده شويه يعني برضه بقول لك انا النهارده اديت له مساحات مش عادة لعيبه النادي الاهلي لازم ضغط كويس قوي دور على الهدف وبعدين هدف تاني بدنيا اللي انا متاكد انه احسن من الشوط الثاني تبقى احسن بدنيا تمام على اساس الاهلي انت كمل ما اعتقدش كده خالص ان انتاج ده كل هم هو الوقت اللي بيفكر فيه ازاي احافظ على الهدف دي ما اعتقدش بقى في كميه الجري او كميه المساحات اللي هو بيجري ممكن يقفل في الجيم هو هيقفل لو هو قفل انت هتبقى عليك انت بقى على مدى حركه الاربعه والخمسه قدام ودايما مش في الاهلي لازم الكوره عند هاني بخطط عالي مجدي لازم يبقى له دور اكتر من كده شويه هي دي اللي هتفرق عندك مشكله دايما انك شغلك في الثلث الاخير مش على المستوى المطلوب والكوره بترجع بترتد اللي هو دايما الكوره الثانيه ومس النادي الاهلي ده مش بحد حد النادي الاهلي دي مسؤوليه عمرو ودانج الشوط الثاني ان شاء الله شهد تغيير او هيشهد تغيير مروان محسن خروجه ونزول اليوباتش يعني هيبقى فرصه اكتر ممكن مروان برضو ممكن يكون متاثر بالانذار اللي اخده ومروان من اللعيبه اللي اخذ عمل موقف عاكس في الشوط الاول ممكن يكون مش مطلوب منه كم كبير قوي من الحاجه من الموقف الفعلي لكن هو
بيشتغل وبيجتهد وكان اكتر ناس اللي جريت في الاول ولكن كم الفرص اللي جات له برضه مش كتير. كان في شويه مش عايز اقول يعني في تمركز على التمركز في الجانب الهجومي بشكل جاي من الاربعه مش مرام بس الاربعه. فوجود بادجي اعتقد هيبقى كويس. وجود وليد سليمان كمان اعتقد وليد سليمان بعد 10 دقايق لازم يبقى ليه دور كويس. وليد يلعب رقم 10 ويبقى موجود جيرالدو ويبقى موجود يعني وليد ياخد مكان قفشه وجيرالدو يبقى ناحيه اليمين واجينا ناحيه الشمال وليد سليمان يلعب رقم 10. بعد ده بقى ليها مدلول كده نرجع للطريقه الطبيعيه 4-3-1 خلاص. شغل بدجي في حته الحرب دي محتاج كورسات كتير قوي استخدم الطول ده هترجع كده 4-3-1 طبيعيه زي ما كان. وهي بالك هي طريقه واحده بس هو متغير اشخاص يعني اشخاص الافراد بعيد يعني مش ممكن يرجعوا بعد الشوط الثاني ان شاء الله وتوقعات سريعه عن المباراه الشوط الثاني. لا ان شاء الله الاهلي هيكسب ان شاء الله. لا هيكسب ان شاء الله كابتن محمد ان شاء الله الاهلي هيعود ثاني الاهلي هيكسب ان شاء الله باذن الله. ونشوفكم بعد المباراه في استوديو التحليل.